صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد السلام. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، ونتمنى أن يكون صباح خير على كل أهلنا في قطاع غزة وأهلنا في فلسطين، ويكون النهاردة بارقة أمل لوقف هذا الاعتداء الوحشي الذي يتم على مدار أيام ويدخل النهاردة في يومه الـ12. اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الأمال إلا فيك، رحمك يا الله، رحمك يا أرحم الراحمين بأهلنا في غزة وفي فلسطين. ما حدث بالأمس هو جريمة حرب وإبادة وانتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية. مذبحة جديدة وجريمة حرب جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويوم دامي جعل الحزن بيخيم مش بس على فلسطين ولكن يخيم على العالم أجمع، لأن في كده زي ما بنقول دايما، من آمن العقاب أعاد ارتكاب الجريمة. مشهد الأمس أعاد للأذهان مذبحة بحر البقر اللي حصلت يوم 8 أبريل 1970، وإن كانت المبررات في يعني الاعتداء وقصف مستشفى المعمداني، الأهل المعمداني تحديدا، يعني تنصل منها الاحتلال بعد ما يعني حصل هذا الاعتداء الوحشي اللي خلف المئات من الشهداء الفلسطينيين العزل، ويمكن كان السبب اللي بتقول أو طرامة يعني هذه، ويعني تبادلت الاتهامات، وكان الاحتلال الإسرائيلي بيقول إن ده كان نتيجة صاروخ بالخطأ من كتائب يعني حماس تحديدا، ولكن الحجة لي إن المستشفى دي كانت مستشفى بيتم من خلالها توجيه الضربات الصاروخية لحماس. ولكن في حقيقة الأمر لو رجعنا بالأذهان كده يعني كام سنة وراء، تحديدا 1970 ومذبحة بحر البقر، هنلاقي إن كان السبب برضو في ضرب هذه المستشفى قال إن مصر استخدمتها كقاعدة عسكرية وإن كان فيها يعني مئات من الصواريخ. في الحقيقة احنا امام جريمة مكتملة الاركان، العالم كله صامت امامها زي ما تابعنا من الامس تحديدا، وكل الدول الكبرى وقفت مكتوفة الايدي، ويمكن مش بس من الامس، لان كان اول امس كان في يعني جلسة هامة لمجلس الامن الدولي، الجلسة دي رفضت بالاجماع القرار الروسي بشأن الاوضاع في قطاع غزة. وهنا لو هنتكلم ونقول لا، هما بيرفضوا علشان خاطر امريكا وروسيا مش على وفاق، أو روسيا والاتحاد الأوروبي مش على وفاق، احنا هنا بنتكلم على إنسانية، بنتكلم على قانون إنسان، وبنتكلم على حقوق إنسان تحديدا. تطورات خطيرة بتحصل كل يوم، يمكن تفاقم هذه التطورات هيخلي يعني المنطقة ككل تجر إلى كارثة، هذه الكارثة لا يحمد عقباها أبدا، ولابد في الوقت ده من وجود صوت عاقل. حتى الآن لا يوجد صوت عاقل يعني يناشد ويدعم هذه القضية إلا صوت مصر وجهودها في سرعة دخول المسار الدبلوماسي، المسار السياسي للحل. وزي ما احنا عارفين يا منا، يمكن بارقة الأمل ربما تأتي انفراجة بقمة القاهرة للسلام اللي دعت ليها مصر منذ أيام، وكان في إشادة دولية. يا رب بس يبقى فيه فعلا وجود دولي مكثف، ويبقى فيه قرارات من خلال يعني هذه القمة تحديدا لحل هذه الأزمة من خلال حل الدولتين، لأن هو ده المسار الوحيد لحل هذه القضية تحديدا. فإحنا في انتظار تفعيل هذه القمة يوم السبت المقبل، لأن يمكن كان في بارقة أخرى تحدث اليوم ولكن تم حلها وتم إلغائها، وهي القمة اللي كانت من المفترض أن تتم ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني وأيضا الرئيس الأمريكي، ولكن بسبب يعني الأحداث التي حدثت في مستشفى المعمداني تم يعني قطع زيارة الرئيس الفلسطيني وعودته مرة أخرى لفلسطين لمتابعة الأحداث. خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها. اللي حصل امبارح كارثة إنسانية بكل المقاييس. مصر بالفعل أدانت القصف المتعمد لمستشفى المعمداني، واعتبرته انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، وكمان يعني أبسط قيم الإنسانية. مصر طلبت بالفعل في البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية امبارح جميع الدول
خصوصا الدول الكبرى وذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، وكمان مطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح عشان تمكن مصر واللي بيرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية إنها تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أسرع وقت. قلوبنا مع أهالينا في غزة، دعواتنا الخالصة للمصابين بالشفاء العاجل، دعمنا لكل الأصوات العاقلة اللي بتدفع في اتجاه وقف هذا التصعيد غير المنطقي وغير المبرر. استعادة التهدئة في القطاع ده الحل الوحيد، معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأحداث من خلال إحلال مسار عملية السلام والتوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. قلوبنا مع فلسطين، قلوبنا مع أهالينا في غزة. إن شاء الله ربنا يزيح الغمة ويحلها. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى، إن بعد العسر يسرى، في انتظار عدالة السماء وانتصار المولى عز وجل بعقاب إلهي لذلك العدوان الغاشم، ذلك الاحتلال الذي يبيد بالأخضر واليابس ويضرب المدنيين العزل. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، ونروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 29 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 33 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 23 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، ودلوقتي نرجع مرة تانية لأحمد ومنى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمي. خلينا نبدأ مشاهدينا بأهم الأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. وتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، وأكد على موقف مصر دولة وشعبا ورفضها للاستمرار في هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقوفها بشكل فوري. كمان وزارة الخارجية أصدرت بالأمس بيان، هذا البيان صرح فيه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء 18 من أكتوبر، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف. أما جامعة الدول العربية أعلنت تنكيس الإعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة اللي ارتكبها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الليلة. وطالب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة 3 أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدا.
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية 43 في يوم الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 هجريا الموافق 17 من أكتوبر 2023 في مدينة مسقط بسلطنة عمان برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ووزير الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة. بحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين. وتابع أيضا وناقش التحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك، وتم الاتفاق على ما يلي: طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه وأيضا السماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وأكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره. المجلس الوزاري دعا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني دون استثناء، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أكد أيضا المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة 100 مليون دولار. كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل. وأكد المجلس الوزاري على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن المجلس الوزاري بيأكد على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير. أكد المجلس الوزاري على موقفه اللي بيناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي اللي بتنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة. واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجيهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان. نروح لبيان آخر من بيانات الإدانة، وهو بيان خرج عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي جرائم مرفوضة إنسانيا ودوليا، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وقتل على إثرها المدنيين واستهدف الأطفال العزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس. وأمام هذا التعدي السافر
فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل الاحتلال الإسرائيلي بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائم هذا الشعب الإسرائيلي ومجازر ضد الشعب الفلسطيني، تحملهم جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل، ومن ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار. وقدمت الشركة المتحدة خالص التعازي لأسر الشهداء والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، وستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو استعادة الإنسانية والالتزام بالقانون، كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساع للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات. وتختتم الشركة موقفها وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث، وتنسق مع موقف كل عربي شريف وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة. تستدعي المتحدة للخدمات الإعلامية أبياتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة عربية، فإن نجت ساق يظل ساعد ومعصم. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار الهامة التي حدثت بالأمس، أبرزها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء أشاد السيد الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030. أيضا بالأمس تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا. كمان سيادة الرئيس تلقى اتصالا من نظيره القبرصي، وأخبار تانية كتير هنتابعها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال اللقاء أشاد سيادة الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030. فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. خلال اللقاء أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وتيرة العنف المتصاعد وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدئة بهدف الحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع امتداد التبعات الأمنية للصراع للمنطقة برمتها. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وده في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر لحدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. واستعرض سيادة الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وأيضاً فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان. تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وأكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين
فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. وشدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وأيضاً إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور بندكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، وده على هامش فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في دورته الثالثة. وأكد رئيس الوزراء على ما تولي الدولة المصرية من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشو دي فو رئيس مجلس إدارة شركة تيدا وعدد من مسؤولي الشركة، وأشار رئيس الوزراء لتطلع مصر لقيام شركة تيدا بتشجيع البنوك الصينية على افتتاح أفرع لها داخل المنطقة الاقتصادية بما يسهم في تأثير المعاملات المالية اللازمة للمشروعات الجاري تنفيذها. أيضاً التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سونغ يو المدير التنفيذي لشركة يونايتد إنرجي، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء لأهمية الإسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد وتصدير الفائض للخارج. وبالنسبة لأخبار المحافظات، فأسوان تم إلغاء احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بسبب أحداث غزة، وفي بني سويف تم إنشاء وحدة للأشعة المقطعية بمستشفى الصدر بتكلفة 10 مليون جنيه. كمان امبارح في محافظة الغربية تم تدشين معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة. أما في محافظة الإسماعيلية فتم افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بإحدى قرى حياة كريمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن محافظات الجمهورية المختلفة من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان تم إلغاء احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان لهذا العام تضامناً مع أحداث غزة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تقديم دعم مالي لعدد من المستفيدين الأولى بالرعاية لتنمية مشروعاتهم الحرفية الصغيرة والنهوض بمستوى أسرهم بقيمة 9.2 مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. في بني سويف شهد مستشفى الصدر إنشاء وحدة الأشعة المقطعية اللي تكلف إنشائها 10 مليون جنيه وتعتبر إضافة جديدة لدعم الخدمة الصحية اللي بتقدمها المستشفى. في الشرقية أكدت المحافظة إن عدد المشروعات المنفذة خلال العشر سنوات الماضية بالمحافظة حوالي 2918 مشروع بتكلفة وصلت ل 50 مليار و 500 مليون جنيه فضلاً عن تنفيذ المشروع القومي العملاق حياة كريمة. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على قرى مدينتي حلايب وشلاتين، وتستغرق فيها يومين وتستكمل القوافل العلاجية أعمالها في الغردقة ثم تتجه لمدينة مرسى علم وقراها. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى مركز كفر الزيات، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. في الإسماعيلية شهدت المحافظة افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده بيأتي تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 500 متر مربع وبيتكون المبنى من طابقين، كما يضم المشروع مركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري ومركز لتجميع الألبان. في الأقصر حلقت رحلات البالون الطائر بالبر الغربي بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، وحلق أكثر من 1650 سائح من حول العالم على متن حوالي 55 رحلة بالون وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم.
مشاهدينا الكرام، هنروح دلوقتي فاصل سريع لكن لسه متواصلين في تغطية الأحداث التي تحدث في قطاع غزة تحديدا، لأن يمكن منذ قليل الرئيس الصيني في حديثه مع الرئيس الروسي قال علينا ببذل يعني مزيد من الجهود لوقف وحماية العدالة الدولية تحديدا. ده بيتزامن في البيان الصادر عن وزارة الصحة في غزة اللي بتأكد وقوع 3200 شهيد جراء الأحداث التي حدثت في قصف مستشفى الأهلي المعمداني تحديدا. معنا فقرة خاصة عن ذلك الاعتداء وهذه المجزرة الجديدة التي تضاف إلى جرائم الكيان الصهيوني. هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقرتنا في صباح الخير يا مصر. لسه مستمرين مع حضراتكم في عرض بيانات الإدانة للأحداث التي حدثت بالأمس وقصف مستشفى الأهلي المعمداني، لأن بالأمس أيضا أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنساء والأطفال من شعبنا العربي في فلسطين، حيث قام الاحتلال بقصف بربري مجرم على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الآلاف من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال. وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، وما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك في ذلك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. يأتي ذلك في ظل صمت أو صمت من المجتمع الدولي، حيث صم المجتمع الدولي الأذان عن صوت القنابل والقتل وأغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والمدنيين، ولم يستخدم المجتمع المدني إدانات انتهاكات حقوق الإنسان إلا بحسب الهوى السياسي، لتظهر جليا ازدواجية المعايير والصمت المتخاذل تجاه جرائم الاحتلال. وإننا إذ نحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فإننا كذلك نحيي الموقف المصري الداعم لقضية الفلسطين والساعي بكل قوة لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية. وأضاف أيضا بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مصر لا زالت قيادة وشعبا تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها، حفاظا على حق الشعب الفلسطيني وكذلك حفاظا على الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ولذلك فإن الشعب المصري يعلم جيدا أن مصر لن تسمح قيادة وشعبا بتصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة وتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم، وندرك أيضا أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح للميا نتعرف معاها على آخر أحوال الطقس. تفضلي يا لميا. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة كمان مائية الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وده هيكون على مناطق متفرقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم مكملين في الاجواء الخريفيه في معظم محافظات الجمهوريه، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، وخاصه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط
السحب دي بتحجز جزء من اشعه الشمس فبتساعد على انخفاض درجات الحراره، وكمان معاها فرص سقوط الامطار. يمكن الامطار مستمره منذ بدايه الاسبوع بشكل متفرق من محافظه للثانيه على المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. ده متوقع انه هيستمر معانا اليوم. امطار خفيفه قد تكون متوسطه احيانا على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرا طبعا بمطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي بحيره كفر الشيخ الدقهليه، كمان سواحلنا الشماليه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضه لسقوط الامطار المتوسطة الشده وعلى فترات متقطعه من اليوم، يمكن كمان منطقه دون الاخرى. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي إحساسي بالطقس خلال فترة النهار طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، طقس نقدر نقول معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار تحديدا، وتحديدا كمان مع فترات الظهيرة اللي هي بيكون فيها شدة لإشعاع الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملموس أكثر في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. البرودة بدأنا نحس بها بشكل كبير مع بداية فصل الخريف في أوقات الفجر وأوقات الصباح الباكر، أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية والمحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير. بالإضافة كمان طبعا الشبورة المائية ظاهرة جوية بتأثر بشكل كبير فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. يمكن بدات الرؤيه الافقيه تنخفض بشكل كبير على الطرق مع بدايه فصل الخريف ايضا، وبدات يمكن احيانا بتنخفض ل 2000 و1000 متر في بعض المناطق من الجمهوريه، لكن هي ايضا بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا تدريجي الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لنشاط الرياح اللي موجود اليوم، هيكون موجود في بعض المناطق المحدوده من جنوب سيناء، هو غير مؤثر باي اتربه ولا رمال مطره، يمكن كمان مش مؤثر تماما على اي يعني اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله تماما، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الاجواء الخريفيه دي مكمله معانا يمكن حتى نهايه الاسبوع، مطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. فرص الامطار هتفضل موجوده على المناطق الساحليه، لكن متوقع ان كمياتها تقل مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. لكن مهم جدا بس ننصح كل الساده المواطنين، لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا في فترات الليل متاخر، لازم تكون الملابس خريفيه ولازم يكون معانا جاكيت خفيف نرتديه لو حسينا بانخفاض درجات الحراره. بالاضافه كمان لازم تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه. هل في اي توصيات ممكن توصينا بيها او تنصحينا بيها وتنصحي المشاهدين، خصوصا ان احنا خلاص دخلنا في الشهر الثاني تقريبا من فصل الخريف اللي معروف عنه انه في تقلبات جويه حاده وسريعه طول الوقت؟ طبعا دايما فصل الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. نصيحه مهمه جدا ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف ايه الظواهر الجويه المختلفه، درجات الحراره، ونبدا نأقلم نفسنا مع اي ظواهر جويه. ولازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير، لان فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد لو احنا ما خدناش بالنا من نوعيه الملابس. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 29 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 29-22، اسكندرية 27-20، العلمين الجديدة 26-20، مطروح 25-19، دمياط 28-21، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 30-20، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 20، العريش 29-20، كاترين 23-15، طابة 29-20، حلايب 30-25، شلاتين 33-23، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 32-22، الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 18، بني سويف 30-18، الوادي الجديد 32-18، أسيوط 30-17، سوهاج 31-19، قنا 32
20، الأقصر 33، 19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 20. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لمنا وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، والشكر موصول لدكتورة منار غانم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 من أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. وتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية. وأكد سيادته على موقف مصر دولة وشعبا ورفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري. كمان صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وقال إنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان لها أن تنعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان 4/18 أكتوبر على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا والشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف. أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الليلة. وطالب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة 3 أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدا. دلوقتي بينضم لنا على التليفون الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد. يعني قصف متعمد لمستشفى الأهلي المعمداني يمكن تابعناه بالأمس راح على إثره الآلاف من الشهداء بحسب بيان يعني الصحة، قطاع الصحة في غزة تحديدا، بنتحدث عن أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 10000 مصاب. يعني تابعت كيف هذه الأحداث؟ خلينا يعني نوصف الحالة دي بتوصيفها الحقيقي، هي مجزرة جديدة تضاف إلى تاريخ المجازر اللي بترتكبها إسرائيل ضد المدنيين وضد الفلسطينيين، ودي بتستوجب أن العالم يقف أمام مسؤولياته بشكل حقيقي في مواجهة هذه المجازر. ويمكن النهاردة المفروض أن الولايات المتحدة الأمريكية بتعلن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية، هيزور إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية هذا الداعم الرئيسي في هذه المجزرة وتتحمل مسؤوليتها، لأن السلاح اللي استخدم هو سلاح أمريكي، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أنها بموقفها مساندة إسرائيل تشعل المنطقة. لا يعلم أحد إلى أين سوف تصل هذه النيران وإلى أين ستؤثر، وعلى الجميع أن يدرك أن ما يحدث يجب من وقفة حقيقية من دول العالم في وجه هذا العدوان الغاشم الذي تقوم به إسرائيل ضد المدنيين. عبارات تلفزيونية للاستهلاك المحلي بتطلقها الكثير من الدول الكبرى، ولكن لا حلول فعلية على الأرض. لماذا لم تتدخل الدول الكبرى إلى الآن فعليا؟ خليني يا منى يعني بشكرك. أنا عايز أقول لك إنه كافة التصريحات التي صدرت منذ عملية قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، يعني كافة العبارات هي فعلا للاستهلاك الإعلامي فقط، بدليل أنه جلسة مجلس الأمن لم يحدث فيها أي تطور حقيقي، لم يحدث أي اتخاذ لأي إجراء فعلي لردع هذا العدوان الإسرائيلي والوقوف بوجه إسرائيل. على العالم أن يدرك أنه أمام مسؤولية مهمة جدا في هذا التوقيت. نحن يعني أمام يعني مسؤولية على العالم أن يقوم بها. خلينا أقول لك أنه يمكن التصريحات اللي سبقت التصريحات الخاصة بأمس بعد القصف كانت
تدلل على أين يتجه العالم. الاجتماع الخاص بالأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم نجد فعلا موقف حقيقي على الأرض، حتى وإن كان هناك تأييد للموقف الفلسطيني، إنما هذا التأييد مجرد تصريحات فقط، إنما التأييد الحقيقي وقف الإمدادات التي تمد بها إسرائيل وآلاتها العسكرية تجاه الفلسطينيين العزل. نعم. طيب، يعني بنتكلم يا أستاذ محمد، من آمن العقاب أساء أو أعاد استخدام نفس أسلوب الجريمة مرة أخرى، وفي الحقيقة إسرائيل أمنت العقاب ولا أحد يتحدث عن إدانة لما يحدث في ما يخص تحديدا ملف حقوق الإنسان، والكل تابع جلسة مجلس الأمن أول أمس التي تم خلالها وقف القرار الروسي بإدانة ما يحدث في قطاع غزة. يعني ما هو الدور الحالي والمراد أن يكون فيما يخص اللاعبين السياسيين الجدد؟ نتحدث هنا عن الصين وروسيا بالتزامن مع التصريحات التي خرجت منذ قليل بأن الرئيس الصيني تحدث في الزيارة التي يجريها الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، وقال صراحة بعلينا بذل جهود يعني مشتركة لحماية العدالة الدولية تحديدا. يعني خليني في النقطة دي، يمكن دائما نجد أن مجلس الأمن الفيتو هو سيد القرار، والولايات المتحدة الأمريكية تستخدم في مواجهة مثل هذه التحركات حق الفيتو في مواجهة هذه القرارات، ولذلك النتيجة بتكون دائما مخيبة للآمال للأسف. يعني صحيح الموقف الصيني والموقف الروسي موقف إيجابي تجاه الأزمة، ولكن ليس له تأثير على الأرض. الموقف العربي واللي احنا يمكن حضراتكم من 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 شوية صغيرة كنتم بتذيعوا خبر إلغاء القمة الرباعية، ده رد مهم جدا مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، عليها أن تدرك أن العرب لن يظلوا صامتين. مصر يعني تحركت وحذرت بشكل كبير جدا من مثل هذه التصرفات ومن مثل هذه الأعمال، لأن في النهاية سوف تشتعل المنطقة ولن يوقف اشتعالها أحد. المجلس الأمن كان يحتاج إلى إصلاح حقيقي منذ فترة، وكانت هناك أصوات كثيرة تنادي منها مصر أيضا، نادت بضرورة إصلاح مجلس الأمن. لا يمكن أبدا أن يظل هذا الموقف بهذا الشكل. إسرائيل تدرك زي ما حضرتك ذكرت، تدرك أنها في النهاية ستأمن العقاب. كم مرة حول عدد من قادة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مجرمي حرب بما قاموا به من مجازر ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية؟ علينا أن ندرك أن إن لم يكن هناك إصلاح حقيقي للمنظمات الدولية بهذا التوقيت، هذا التوقيت فارق بالنسبة للعالم، يجب إصلاح هذه المؤسسات إصلاحا حقيقيا حتى يكون قرارها يعبر عن الواقع اللي بتعيشه المنطقة. وجود وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة المفروض أنه هو يكون عامل تهدئة كبير، ولكن إحنا مش شايفين ده. يعني هو يمكن الزيارة اللي قام فيها وزير الخارجية، التصريحات اللي تبعت يعني الزيارة، سواء كان زيارته لمصر أو زيارته للأردن أو زيارته لإسرائيل أو زيارته للمملكة العربية السعودية، خلينا أقول لحضرتك إنه التصريحات في النهاية كانت هي مجرد تصريحات، ولكن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تؤكد أن أسلحتها هي التي تدعم إسرائيل، بتتحدث عن أمن إسرائيل، وهي لا تعلم أن أمن إسرائيل هذا المظلوم هو على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل. أين أمن الفلسطينيين؟ أين حقوق الإنسان؟ أين ابتلع العالم؟ لقد ابتلع العالم لسانه حينما تحدث عن حقوق الإنسان في قضايا ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، ثم ترك حقوق الإنسان الحقيقية التي تنتهك الآن في فلسطين. نعم أستاذ محمد، يعني بنتحدث عن زيارة من المفترض أن تتم للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، وذلك يعني عقب إلغاء القمة الرباعية تحديدا. هل هذه الزيارة سوف يترتب عليها أثر في دخول مسار حقيقي، مسار سياسي لحل هذه الأزمة الفلسطينية تحديدا، ولا يعني نحن أمام سياسة الأمر الواقع وهو ما فرضته إسرائيل يعني قصف هذه المستشفى، مستشفى الأهلي المعمداني، ليعني تحقيق مكاسب أي ما كانت هذه المكاسب على أرواح مدنيين عزل لفرض سياسة الأمر الواقع، وكانت تهدف من ذلك إلغاء هذه القمة؟ يعني خليني أقول لك إنه يعني الزيارة دي في هذا التوقيت على الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي نفسه،
أن ندرك إن لم تكن هناك قرارات حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية لردع الآلة العسكرية الإسرائيلية، فالولايات المتحدة تخسر كثيرا في هذا الأمر. لأن الولايات المتحدة تدرك تماما أن المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط إن لم يحدث فيها استقرار حقيقي فالولايات المتحدة أكثر الخاسرين من حالة عدم الاستقرار. دي نقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة أمام مسؤولية مهمة جدا، وهي حديثها الدائم عن حقوق الإنسان. الرئيس الأمريكي عليه أن يتحدث بشكل حقيقي أين حقوق الإنسان من هذه المنظرة التي تستقبل الرئيس الأمريكي. يعني أستاذ محمد، هذا هو صوت العقل، ونتمنى من الولايات المتحدة ألا تكيل بمكيالين كما يعني تابعنا من خلال بداية اندلاع هذه الأزمة تحديدا في ظل تصريحات أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف هذه المجزرة حتى يتم إعادة الهدوء مرة أخرى لمنطقة الشرق الأوسط. بنشكر حضرتك الأستاذ محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. مشاهدينا، الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معتنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية. تفضلي لمية. شكرا لك منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا رفضها استمرار هذه الممارسات ضد المدنيين ومطالبا بوقفها بشكل فوري. أكدت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم. وأوضحت الخارجية أن هذا القرار يأتي على ضوء قصف مستشفى المعمدانية في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف. كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مقررا عقدها في عمان اليوم، وجاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الذي تم على مستشفى المعمدانية بغزة ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ إن القصف استهدف الأطفال والمدنيين، وهو ما أدى إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة إلغائه، رغم تحرك الرئيس الأمريكي ليبدأ جولته في الشرق الأوسط، وهو ما التزمت به الأردن وأعلنته بالفعل. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن استهداف المستشفى الأهلي جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو جعلها تمر بدون حساب. وأضاف الرئيس الفلسطيني أن المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من أرض الوطن لن يمر، وسيتم التصدي له بكل السبل، مشيرا إلى أنه يقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت التهجير. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه بسبب قصف المستشفى الأهلي في غزة، وقال بايدن إنه أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد. أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته لاستهداف إسرائيل المستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وأكدت نقابة الصحفيين أن ما ترتكبه إسرائيل من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية.
أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في استهداف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة. وطلب الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي بتنكيس أعلام الجامعة حدادا على استهداف إسرائيل نزلاء المستشفى العزل. أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين والنساء والأطفال في فلسطين، وذلك بعد قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وأكدت التنسيقية أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مضيفة أن ما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. أدانت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية قصف إسرائيل مستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات إسرائيل. وأكدت الشركة المتحدة أنها تدين الجريمة التي تصل إلى حد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والمواطنين العزل والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في تحدي سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت فعاليات المنتدى باستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات والتقاط صورة تذكارية جماعية. كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهليها بالحضور، واستعرض خلالها أبرز النتائج التي تحققت في إطار مبادرة الحزام والطريق والآفاق المستقبلية المنشودة على مدار 10 أعوام منذ انطلاقها. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. إيدينا واحدة يا فلسطين، إيدينا واحدة، قضيتكم قضيتنا، وعمرنا ما هنتنازل ونتخلى عن هذه القضية ولا يتم تصفية لهذه القضية. يمكن امبارح كان في تنديد وكان في بيانات كتيرة قوي لإدانة ما حدث بالساعات المتأخرة من مساء أمس بقصف مستشفى الأهلي المعمداني. امبارح كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى المصابين والمواطنين الفلسطينيين في غزة. متابع سيادة الرئيس لدى أدين بأشد العبارات: هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا ورفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف. جامعة الدول العربية أعلنت تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، وده حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة اللي ارتكبها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.
طلب السفير حسام الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادا لمدة 3 أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدا. خلونا ناخد دلوقتي اتصال هاتفي من الأستاذ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف. صباح الخير يا أستاذ أيمن. صباح النور، أهلا بك. صباح. يعني أستاذ أيمن، ماذا يعني كيف تابعت بالأمس القصف الغاشم لمستشفى المعمداني بغزة؟ يعني احنا لو هنقول لو التصنيف الحقوقي ده احنا بنتكلم طبقا للضوابط الدولية والقانون الدولي، دي ده تطهير عرضي على مدار الأيام الماضية، هي محاولة من الجانب الإسرائيلي ان هو يقضي على اكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين حتى يضع حماس تحت ضغط كبير، ضغط شعبي وضغط دولي على المستوى السياسي، ده استمرار لمسلسل دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم العسكري والدعم المادي وحتى الدعم السياسي في مجلس الأمن. في قراءات كثيرة جدا، يمكن الكل ندد، ولكن هناك قراءات كثيرة جدا في هذا الموضوع، ده معناه انه مهم جدا ان يكون هناك في تحرك عربي في الفترة القادمة، لان التنديد ليس كافيا، مهم جدا ان تقود الدولة المصرية وهي بالفعل تقوم بهذا الدور، لكن مهم جدا ان يعني يكون في توحد خلف الدولة المصرية او الإدارة السياسية لمحاولة مش اثناء الجانب الاسرائيلي قد ما اثناء الجانب الامريكي عن تقديم هذا الدعم المتواصل. يعني مش مقبول ابدا ان حتى الولايات المتحده الامريكيه بتقوم بتحريك القطع العسكريه وحملات الطائرات واستعراض قوه وكانها بترسل رسائل الى المجتمع الدولي ولا الدول العربيه انه من يتدخل هو يعني عدو لي بشكل او باخر. زي ما قلنا بالنسبه للمجلس الدولي لحقوق الانسان ادان هذا الكلام، واعتقد انه المجلس الدولي في الفترة القادمة هيكون في اجتماع لجلسة، ممكن لعقد جلسة غير عادية لمناقشة مثل هذه الأمور، لكن للأسف الشديد مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كبير جدا في القرار السياسي، وحتى بالأمس في مجلس الأمن عندما حاول الدول إن هم يمرروا قرار الوقف إطلاق النار عرض 3 دول من الدول الكبار. الدولة المصرية في الفترة القادمة إن شاء الله بتتحرك بشكل كبير جدا، ولكن مجهودات الدولة المصرية مهمة جدا وأساسية في هذا الملف، والقصة كلها تبدأ من عندها. لكن يعني أستاذ أيمن، خلينا لا نعول كثيرا على مجلس الأمن، لأن ربما الشواهد كثيرة بأن لا صوت يعلو فوق صوت الفيتو تحديدا وحق الفيتو في اعتراض مثل هذه القوانين، لأن في مساندة ودعم دولي وأوروبي تحديدا أمريكي لإسرائيل، ويعني تأييد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم هي جرائم حرب في المقام الأول والأخير، وإن كانت إسرائيل يعني تضرب عرض الحائط بهذه القوانين واللوائح الدولية. نتحدث عن يعني سلسلة من الاعتداءات، ربما ما حدث بالأمس ليس آخر ولا أول هذه السلسلة، لأن في صباح اليوم أعلن التلفزيون الفلسطيني وقوع عدد آخر من الشهداء، نتحدث عن أكثر من 46 شهيد جراء قصف حدث في أماكن متفرقة في قطاع غزة. يعني ما هو الحل لوقف هذه الاعتداءات؟ هو الحقيقة خليني هو في قراية مهمة جدا، دائما يعني على المستوى العسكري دائما يقول لك ان القصف المدني ده بيستهدف، او القصف الجوي بيستهدف مدنيين، لكن النهارده اذا كنت تريد ان انت تخوض حرب شريفه انت علمت التعبئه العامه، تحرك بالجيش ان انت تقوم بضربه بريه، هنا اللي هيقابلك مقاتلين المفروض من نفس المستوى او من نفس التسليح، وهذه عدم وجود شرف في الحرب. يعني انت طول الوقت زي ما حدث في 2006 بالتحديد في جنوب لبنان 21 يوم ضربه جويه، ولكن عندما تحرك الجيش الاسرائيلي هزم هزيمه كبيره جدا. فدي طبعا قرايه مهمه جدا. زي ما قلت حضرتك التحرك على المستوى الاقليمي الدول العربيه ان هي بتتحرك يعني بتضع ضغط، لانه احنا اخر ضغط او اخر تعاون تم في 1973 وشفنا مدى التاثير، ما حدث نتيجه لاهمال القضيه الفلسطينيه على مدار سنوات. والجانب الاسرائيلي بيستخدم واجهته الامنيه بيستخدم وبيتابع جيد جدا الموقف العربي وبيستفاد منه بشكل كبير. مهم جدا بعد التنديد ان يكون هناك في درس مستفاد ويكون في قراءه كيف يمكن ان نعود مره اخرى لتقديم الدعم
السياسي لفلسطين ولقطاع غزة. طيب الجمعيات الحقوقية دورها ايه في رصد ما يحدث من انتهاكات تصل لحد يعني جرائم الحرب او جرائم الاباده اللي احنا شايفينها بتحدث منذ الامس؟ الحقيقه احنا دورنا هو الرصد والتوثيق، يعني انا دوري كمنظمات مجتمع مدني ان انا اقوم برصد التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الانسان من خلال الالات المتاحه لدينا. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا. انا النهارده عشان اقوم بعمليه الرصد والتوثيق، الارقام اللي اتقالت عن بالنسبه للمصابين او الشهداء دي ارقام غير حقيقيه، دي ارقام اوليه. طب انا اقدر اقدم تقرير سليم ازاي؟ يجب ان يكون لي قدره على الوصول الى قطاع غزه، هذا طبعا شبه مستحيل. مش هنقدر في الوقت الحالي ان احنا نتحرك، وحتى عندما تهدأ الامور يرفض الجانب الاسرائيلي دخول منظمات المجتمع المدني. فبنبدا ان احنا على اساس ان التقارير الاوليه اللي بتصدر عن وسائل الاعلام هتتحرك، ولكنها بتبقى تقارير غير موثقه قوي. لما بنيجي نعرضها بيقول هذه التقارير يعني مش مؤكده بشكل كبير. دي للجمعيات الحقوقيه خارج غزه، لكن انا بتكلم على اللي موجودين على الارض ومتابعين بنفسهم، دورهم التوثيقي ايه؟ دورنا ان احنا في مرحله ان احنا دلوقتي عمليه الرصد والتوثيق، ولو بنقدر ان احنا كمان ناخد شهادات حيه من بعض الضحايا اللي قدروا يخرجوا بشكل او باخر من قطاع غزه، الناس دي احنا بنضعهم على زي منصه كده في المجلس الدولي لحقوق الانسان، ان هم يكونوا شهادات حيه يقدروا ان هم يروا ما حدث بشكل مفصل، ومن خلال تقارير احنا بنقدمها في الدورات الثلاثه المجلس الدولي لحقوق الانسان، لانه اليه منظمات المجتمع المدني بتمثل 80% من اليه الرصد والتوثيق للمجلس الدولي. ده دورنا الرصد والتوثيق، وبنرفع الكلام ده للمجلس الدولي. المجلس الدولي بعد كده لو في يصدر قرار من الدول الاعضاء بيرفعه للجانب العقابي، لكن برضه احنا بنواجه مشكله انه عندما نصل الى مجلس الامن نجد الولايات المتحده الامريكيه اللي بتبطل اي قرار بدين دين اسرائيل سواء على المستوى الانساني او على المستوى الحقوقي. نعم استاذ ايمن، يعني بنتحدث عن ان الاعلام دايما بيكون سلاح ذو حدين، وفي الحقيقه اسرائيل تستخدم يعني الجانب الذي يخدم على مصالحها في المنطقه، وهو ما حدث في الامس بمجرد ان تم قصف مستشفى الاهلي المعمداني تحديدا، نفت اسرائيل اي صله لها بهذا الحادث والقت بالاتهام زيفا بأن يعني حماس وجماعة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن ذلك الحادث. ربما خرج منذ قليل بيان للخارجية، خارجية موسكو تطالب إسرائيل بأن تفصح عن صور للأقمار الصناعي التي تثبت بأنها ليس لها علاقة بهذا الحادث. أهمية التوثيق بالنسبة للحقوقيين، وكيف يمكن أن يعني تتكاتف الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحديدا لتقديم نتنياهو كيعني مجرم حرب، لأن ما حدث بكل المقاييس وبكل الأعراف والقوانين الدولية هي جريمة حرب يقودها نتنياهو في المنطقة ككل. كيف يمكن أن يتم الاستناد على هذه الصور دون اتخاذ مجلس الأمن؟ لأن كما حضرتك تحدثت مجلس الأمن لا يمرر أي قرار يعني يكون فيه إسرائيل مدانة. المشكلة دائما بنقول أن الإعلام وحقوق الإنسان أحد أهم القوى المعنية. المشكلة ليست فقط في الإعلام الإسرائيلي، المشكلة أن الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي يقدم دعم كبير جدا في هذه القضية. يعني النهاردة عدد كبير جدا من المواطنين في الولايات المتحده الامريكيه او مواطن اوروبي هو عنده قناعه كبيره جدا ان ما يحدث ان اسرائيل لها كامل الحق ان هي تعمل الكلام ده، لانها تعرضت لهجوم. يعني المنظومه الاعلاميه ليست فقط الاسرائيليه، المنظومه الاعلاميه الدوليه بتدعم بشكل كبير جدا وبتوصل للمواطن العادي صوره خاطئه، وده بيكون مدعوم بقى ببعض التقارير من المنظمات التي لها صبغه سياسيه زي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولي. يعني دائما المنظمتين دول الحقيقه بيهاجموا الدوله المصريه بشكل كبير جدا. هناك حاله من الصمت دلوقتي، يعني التجاوزات والانتهاكات التي تحدث لا تتحدث عليها ولا هيومن رايتس ووتش ولا العفو الدولي. في هذه الجزئيه الحرب هي حرب اعلاميه، والحرب الاعلاميه هنا لها ادوات كبيره جدا تفوق منظمات المجتمع المدني. النهارده في دول بتستخدم اجهزتها الاعلاميه عندما يخرج رئيس الولايات المتحده الامريكيه وسط وسائل اهم وسائل الاعلام ويتحدث ويقول انه مجموعه من الارهابيين. لك ان تتخيل حجم التاثير الذي ممكن ان هو يحدث على مستوى الشارع الامريكي او دول الاتحاد الاوروبي. طبعا التقارير دي
مهمه جدا. احنا برضو بندرجها في تقاريرنا او بنقول انه في خطا حدث او انه في من استخدام المنظومه الاعلاميه بشكل خاطئ، ولكن ده في شغلنا مش هنقدر ان احنا نستفاد منه قوي قد ما عمليه الرصد والتوثيق لجرائم الحرب. احنا عندنا اعتقال خارج نطاق القانون، عندنا تهجير قسري، عندنا اباده جماعيه، عندنا تطهير عرقي، نختص بشكل كبير جدا بالجرائم الانسانيه والحقوقيه، لكن الحرب الاعلاميه هي حرب كبيره جدا وفي نفس الوقت ده بياخدنا لجزئيه مهمه جدا. يجب ان يكون هناك وسائل اعلاميه مضاده في الدول العربيه تقدر ان هي تشتغل بشكل كبير جدا ويكون في تعاون على المستوى الاعلامي لكشف جرائم الحرب التي تتم في قطاع غزه، وهي الحقيقه مستمره منذ سنوات طويله. ولن يستطيع الاعلام بشكل او باخر، الاعلام الاقليمي من وجهه نظري، ان هو يوصل او يحقق نقطه او نجاح في هذا الملف. دائما هذا الملف او هذه المباراه بيكتبها الاحتلال الاسرائيلي من خلال استخدامه الاعلام الاوروبي والاعلام الامريكي، ويروج للمواطن البسيط، المواطن الامريكي او المواطن الاوروبي، انه ما يحدث هو حاله دفاع نتيجه ان في جماعه ارهابيه او عمليه ارهابيه تمت في الجانب الاسرائيلي. طيب استاذ ايمن، لما نيجي نقول ان يعني دور المنظمات التوثيقيه والمنظمات الحقوقيه اللي موجود على الارض لا يقل اهميه عن دور وسائل الاعلام في كشف ما يحدث، يمكن نقدر نقول انه عايزين نعرف الوضع بالنسبه للعاملين في المنظمات الحقوقيه دول، هل هم امنين؟ هل بيتعرضوا لاعتداءات؟ هل هم نفسهم غير قادرين على التوثيق ونقل الواقع اللي موجود دلوقتي هناك على الارض؟ الحقيقه خليني اقول لحضرتك ان فيما يخص عملنا في جزئين، في جزء ميداني وفي جزء بيتم فيه المجلس الدولي لحقوق الانسان. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا مثلا عندنا 10 بنود في المجلس الدولي لحقوق الانسان، منهم البند السابع ده، هذا البند خاص فقط بالتجاوزات والانتكاسات في الاراضي الفلسطينيه المحتله. عندما نتحدث او نخرج ببيان او نقدم مداخله على المستوى النظري، بنتعرض لهجوم شديد جدا، بتخرج عدد كبير من المنظمات التابعه ل الكيان الصهيوني داخل المجلس الدولي بيهاجمونا بشكل كبير جدا. ده على المستوى في تنسيق عالي جدا بين المنظمات التي تدعم الكيان الصهيوني. على المستوى الميداني نحن نتعرض بشكل كبير جدا، اللي بيشتغل في الاغاثه واللي بيشتغل في عمليه التوثيق الحقوقي في خطوره كبيره جدا على حياته، ان هو ينزل على الارض، لانه هذا التوثيق بيبقى يعني ادانه، بيبقى وسيله ضغط، او بيبقى يعني بيتحط في تقرير يدين الجانب الاسرائيلي، هم بيتعاملوا معانا وكاننا داعمين بشكل او باخر، او احنا جزء من النظام الفلسطيني. يعني هدي حضرتك مثلا، لو انا موجود دلوقتي وعايز ادخل القطاع عشان اقوم بعمليه توثيق، انا لو 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 مثلا المفروض انا ليا حمايه دوليه لن احصل عليها، وساتعامل كاي مجرم حرب، او انا مثلا تابع للجانب الفلسطيني، وان ازاي يعني اقوم بهذا الكلام. واحنا شفنا ان بعض المراسلين لبعض القنوات تم مهاجمتهم بشكل كبير جدا من الشرطه الاسرائيليه ومن قوات الاحتلال. هم يريدوا ان يقوموا بعمليه تحكيم كامله على ما يحدث في قطاع غزه حتى يضمن انه لن يدين بشكل او باخر، حتى لو هذه الادانه هي مش هتوصل لقرار سياسي، بس هو برضو يرفض تماما ان يخرج اي شيء يدين. احنا كل اللي احنا بنشوفه ده احنا بنشوفه من خلال وسائل الاعلام ومن خلال يعني نظره سطحيه، لكن لو احنا نزلنا على الارض الواقع أسوأ بكتير. وهو ده اللي بيحاول ان هو يحافظ عليه، ان هو ما يوصلوش منظمات المجتمع المدني او الرصدين او الحقوقيين ان هم يوصلوا لهذه الجزئيه، ويقدر ان هو يرفع تقرير المجلس الدولي لحقوق الانسان او المجتمع الدولي بشكل عام، لان احنا برضو ممكن بنستخدم الاعلام في بعض الامور، وسائل الاعلام، لو احنا قدرنا ان احنا ناخد شهاده حيه موثقه بشكل او باخر، ان حد مثلا شاهد عيني على ما حدث، ده بيضرهم بشكل كبير جدا، برغم ان هو مش هيأذيهم، لكن هو بيحاول ان هو يحافظ على الصوره النمطيه ان احنا ان الجانب الاسرائيلي والجانب المظلوم، وان احنا بنحترم حقوق الانسان على عكس الواقع. اكيد. كل الشكر ليك الاستاذ ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف. نعم. يعني مشاهدينا نروح لاتصال هاتفي اخر، معنا الدكتور احمد، سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه. صباح الخير يا استاذ دكتور احمد. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك دكتور منى. اهلا وسهلا بيك دكتور احمد. دكتور احمد، يعني السؤال الذي لن نمل من تكراره، الوضع كارثي، القصف الكارثي اللا انساني اللي حصل امبارح، كيف تابعته وتبعاته هتكون ايه؟
أنا تابعته وتوقعته وقلت دائما أن الأسوأ لم يأتي بعد، وأن المستقبل في ظل هذه المعطيات، في ظل هذا الدعم الغربي والدعم الأمريكي تحديدا وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بكل الأضواء والتفويض المطلق لكي تفعل ما تشاء في قطاع غزة وتتجاوز حتى مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي، سياسة الأرض المحروقة. إسرائيل لديها أهداف واضحة، وهي ليس فقط الرد على ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن إحياء المخطط القديم، الممارسة كل أنواع القهر على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ثم بعد ذلك إلى خارج الحدود. وهذا الهدف الذي هو واضح لتصفيات القضية الفلسطينية للتخلص من هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. قصف المستشفى المعمداني التي تعد جريمة حرب جريمة، يعني يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن لتحدث لولا أن هناك ضوء أخضر إسرائيليا، هناك حماية دولية، وأن هناك دعما، لأن لم تتخذ خطوات لردع إسرائيل للأسف من قبل الدول الغربية وأمريكا والمجتمع الدولي حتى في مجلس الأمن الدولي قبلها. نعم. دكتور أحمد، يعني خلينا نتحدث عن التوقيت. يعني حضرتك تتحدث أن إسرائيل فعلت ذلك بناء على ضوء أخضر يعني أخذته من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التوقيت هنا هام وفي غاية من الأهمية، لأن ذلك القصف حدث عشية القمة الرباعية التي كان من المفترض أن تتم في عمان عاصمة الأردن، وعلى إثر ذلك القصف تم إلغاء هذه القمة بتوافق مصري وتوافق فلسطيني أيضا وأردني. يعني أهمية ذلك التوقيت، هل إسرائيل تريد أن تفرض سيطرة وتفرض سياسة الأمر الواقع بأكبر مكاسب ممكنة لتنفيذ ذلك المخطط الذي تم إعادة إحيائه مرة أخرى؟ بالفعل أستاذ أحمد، هذه نقطة مهمة، لأن التوقيت أيضا مهم، من حيث أن كانت هناك قمة رباعية في الأردن، كان الهدف المستهدف هو العمل على وقف التصعيد، العمل على احتواء الموقف، عدم خروج الأمور عن السيطرة، البحث عن خيارات للخروج من هذه المأزق. ولكن نعم. إسرائيل أجهضت هذه التحركات، لأن تيار الصقور في إسرائيل هو الذي يحكم الآن، هو المندفع، ولذلك قامت بهذه العملية وهذه المجزرة حقيقة التي يعني طبعا يعني دعائنا للشهداء الفلسطينيين حقيقة وهذه المحنة الصعبة التي واجهونها. لكن إسرائيل الآن لا ترتجع لا بقانون ولا بوازع أخلاقي ولا وازع قانوني، وهي في مأمن من العقاب طالما أنها مرة يعني تم تمرير جرائمها السابقة ضد الفلسطينيين ولم تعاقب على جريمة واحدة لم يتم إدانتها حتى من قبل حتى قرارات مجلس الأمن التي إدانتها لم تنفذ الآن في ظل هذا الغطاء الغربي والأمريكي غير المسبوق حقيقة. هو ما شجع إسرائيل على أن تقوم بهذه الجرائم، وهي تعرف أنها لن يتم محاسبتها، تعرف أن هناك نوع من السرديات الإسرائيلية المزيفة في الإعلام الغربي التي يروج لهذه الروايات الإسرائيلية، وأنها في الدفاع عن نفسها وغيرها من الروايات، ويتعامى تماما عما يحدث على أرض الواقع. وبالتالي في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى بناء طيار توافقي ما بين الدول الإقليمية والدول الكبرى لمنع هذا التصعيد، لأن هذا التصعيد لمصر خطورة ليس فقط على الفلسطينيين ولا على النقل، وإنما أيضا على كل المنطقة. وفي الوقت الذي تتحرك فيه مصر على تعزيز مفهوم الدبلوماسية، مفهوم التهدئة، مفهوم منع التصعيد ومنع انفجار الموقف، نجد الجانب الإسرائيلي يفجر هذا الموقف من خلال هذا التضحية ومن خلال ضرب المدنيين الفلسطينيين. وأنا في اعتقادي أن إسرائيل هي دعت إلى تهجير الفلسطينيين، طلبتهم بالتهجير، ولما تمسكوا بحقوقهم وأرضهم ولم يتحركوا لجأت إلى أسلوب القهر وأسلوب الترهيب من خلال هذه الأهداف وضرب هذه الأهداف. وتقول رسالة أن الفلسطينيين عليهم أن يختاروا بين أمرين، إما أن يهاجروا من شمال غزة ومن غزة، وإما أن يواجهوا خطر الموت، إما بالقصف وإما بالحرمان من مقومات الحياة من كهرباء وماء وغيرها من الأمور. لكن الذي المؤلم حقيقة أستاذ أحمد هو أن هذا يحدث أمام المجتمع الدولي. يعني أين هو مكان أن كنا نسمع عنه من تشدق من قوانين وإنسانية، يعني حتى أدنى حقوق قوانين الحرب، قوانين الحرب التي يعني تفرض على الأطراف المتحاربة
ان تلتزم بالحد الادنى من القانون الدولي الانساني. اي التزام دكتور احمد؟ يعني اي التزام؟ يعني في اخبار متداوله كثيره وظهرت بقوه في الفتره الاخيره عن ان استدعاء 360 الف جندي احتياطي من قبل اسرائيل لم يكن كافيا، فتم الاستعانه بالسجناء لتدعيم يعني العمل والعمليات التي الارهابيه التي يقومون بها ضد الفلسطينيين. احنا وصلنا لهذه المرحله من التصعيد؟ بالطبع هذه مرحله من التصعيد، لان الان اسرائيل لم تعد تبالي باي ترد افعال، لم تعد تبالي، هي في مامن طالما ان المجتمع الدولي يحميها. المظله يعني حتى عندما تم استهداف هذا المستشفى المعمداني وهذه الجريمه، الان هناك محاولات غربيه وحتى اسرائيليه للضبابيه والتشويش، ويعني ذكر روايات اخرى تحمل الفلسطينيين المسؤوليه في محاوله لابعاد الضوء. وبالتالي هنا في ظل هذا العماء الغربي وفي ظل هذه الازدواجيه، انا في اعتقادي اسرائيل لن ترتضع ولن تكون هذه الجريمه الاخيره طالما ان هناك هنا في منأى عن المحاسبه. ما تكون باسرائيل حقيقه هذه المره هو مخطط شامل لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لتهجير الفلسطينيين اما بالموت والقصف واما بالحرمان من مقومات الحياه، وهذا حقيقه ما يمثل يعني يمثل تطورا خطيرا. وانا في اعتقادي ان زياره الرئيس بايدن اليوم الى اسرائيل هي تعطي ايضا، والموقف الامريكي يعطي رساله سلبيه حقيقه. ليه؟ لان هذا الموقف اذا لم يكن هناك مخطوات رادعه حازمه، ستقوم اسرائيل باستكمال مخططها، ستقوم بتحويل غزه الى جحيم، ستقوم بدفع الفلسطينيين دفعا نحو التهجير، رغم ان الفلسطينيين متمسكون بارضهم ويرفضون هذه السياسات ويرفضون التهجير ويتمسكون ولن يكرروا نكبه جديده كما حدث في 48 و 67. واعتقد ان الساعات والايام المقبله سنشهد تطورات خطيره طالما ان هناك يعني موقفا دوليا لم يترجم حتى الان، رغم تعاطفي او رغم ربما ادانتي لهذا الجريمه، الا انه حتى الان لم يتحرك في اتجاه منع جرائم اخرى يكون بها الاحتلال. نعم، يعني دكتور احنا امام تطور جديد، يعني وهذا التطور سيجر المنطقه بالكامل الى كارثه، هذه الكارثه لا يحمد عقباها، وربما ذلك هو الذي يعني حذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية اندلاع فتيل هذه الأزمة، بأن ما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، ومصر لن تتخلى على القضية الفلسطينية. وتم الدعوة أيضا للقمة، قمة القاهرة للسلام السبت المقبل بمشيئة المولى عز وجل، ولكن نتحدث بأن إسرائيل الآن في مأمن من العقاب، ومن آمن العقاب أعاد ارتكاب الفعل أو أعاد ارتكاب الجريمة ذاتها، وهو ما يحدث مرارا وتكرارا ومن وقت لآخر من الجانب الإسرائيلي تحديدا. ما هي الخطوات القادمة لوقف هذا التصعيد حتى انعقاد القمة، قمة القاهرة للسلام، كي يكون هناك حل ومسار يعني دبلوماسي ومسار سياسي أيضا للتهدئة في المنطقة ككل؟ في الواقع أستاذ أحمد أننا أمام تطورات خطيرة. لماذا؟ لأن ما قامت به إسرائيل وستقوم به هو يعني برعاية وبدعم وبصمت وتجاهل خاصة من الجانب الغربي وتحديدا الجانب الأمريكي. نعم. هذا ما يشجع إسرائيل على هذا الأطراف. الوحيد الذي ممكن أن يلجم إسرائيل حقيقة هو الجانب الأمريكي. أمريكا جاء الرئيس بايدن إعلان دعمه، وهذا يمثل رسالة سلبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أمريكا تقع خطأ استراتيجي، لأنها تدرك لا تدرك أن تماهيها وتشجيعها ودعمها وعدم رضاها للحكومة الإسرائيلية المتشددة حاليا في قيادة المنطقة إلى الجحيم وإلى الانفجار سيأتي بنتائج عكسية حتى على أمريكا نفسها وعلى مصالح أمريكا، أولا على صورة أمريكا في العالم في تغطيتها على هذه الانتهاكات وجرائم الحرب، أيضا في مصالح أمريكا في المنطقة، لأن هذه كرة اللهب تكبر وهناك أطراف وإقليمية أيضا تسعى إلى التصعيد أيضا والاستفادة وتوظيف هذه التصعيد في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، ونحن نعرف هذا في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى بناء تيار توافقي، تيار يقوم على أن الحل المشكلة ليس فقط وقف إطلاق النار، ليس فقط حماية الفلسطينيين، ولكن أيضا بالتزامن العمل على بحث وحل هذا المشكلة من جذورها الحقيقية حتى يتم منع هذا في المستقبل من خلال العودة للمفاوضات إلى دولة فلسطينية تحقيق مشروعها حدود 67 واعتمادها على القدس الشرقية. هذا ما أكد عليه مصر مرارا وتكرارا، والرئيس السيسي قال مرارا أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار، أن غياب أفق التسوية السياسية هو الذي أدى للانفجار. ما حدث من الانفجار في
في هذه الايام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ما هو ان النتاج لمرض، وهذا المرض هو مستمر، مرض الاحتلال ومرض غياب الافق التسويه السياسي. وبالتالي الرساله المصريه سواء من خلال القمه الاقليميه الدوليه او من خلال التحركات المصريه هي رساله واضحه، ثلاث مسارات متكامله، مسار وقف هذه الادوان الهمجي البربري على الشعب الفلسطيني، المسار الثاني حمايه الفلسطينيين وتخفيف الدعم عنهم وتقديم المساعدات الانسانيه، وشعب مصر وقياده وحكومه انتفضوا، وهذه المساعدات التي تعبر حقيقه عن هذا التضامن مع الشعب الشقيق، مع المسار الثالث وهو العمل على ان يكون هناك مقاربه شامله جذريه لهذا الصراع وازاله هذه المشكلات. طالما استمرت بيئه الصراع في المنطقه، طالما استمر الاحتلال، طالما استمر الاحتياز الغرب والامريكي لاسرائيل، سنشهد مثل هذه المواجهات الدمويه التي يدفع ثمنها الابرياء 500 شهيد يعني في لحظات قليله ينتقلون ويفقدون حياتهم. لماذا هذا؟ لو كان هذا تحدث ربما حتى في منطقه اخرى او في دوله اخرى لانتفض العالم، لكن الان لا يوجد انتفاض على استحياء، يتم يعني تعبيرات الشك والادانه، ولكن حقيقه هذه الرساله رساله سلبيه للحكومه الحاليه. واعتقد الان ان هناك تحركات عربيه مهمه، هناك تحركات مع الاطراف المختلفه على الاقل لوقف او حمايه الشعب الفلسطيني الذي ان يحتاج للحمايه في ظل مخططات اسرائيل بالتهجير القسري. ما يحدث هو مخطط على ارض الواقع، ويتم التضحيه بالاف بل عشرات الالاف من الفلسطينيين على سبيل ان تقوم اسرائيل بتصفيه القضيه وتنفيذ مخطط التهجير واجلاء الفلسطينيين من الشمال، ثم القيام بحرق هذه المنطقه وسياسه الارض المحروقه، وبالتالي تقوم بالانتهاء وتنفيذ هذا المخطط. لكن انا في اعتقادي ان هناك وعي عربي، هناك وعي مصري، هناك وعي فلسطيني، برغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه الضغوط الشديده حقيقه وهذه التطورات، لكن مصر في كل لحظة وفي ليلا ونهارا تواصل العمل مع التنسيق مع الشركاء. هناك الآن أطراف بدأت تدخل على الخط مثل روسيا مثل الصين، وكل هذا حقيقة في إطار بناء تيار عالمي أو تيار إقليمي يمثل اتجاه معاكس لتيار التصعيد والتشدد الذي تقوده الحكومه الاسرائيليه واطراف اخرى في المنطقه تحاول ان توظفه لخدمه. نعم، يعني مصر تقوم بالفعل بجهود يعني كثيفه وجهود حثيثه للم الشمل وتوحيد الصوت العربي تحديدا، ويعني هذا ليس مجاملة، فمصر هي الصوت العاقل حتى هذه اللحظة في قيادة المنطقة ككل لوقف هذا الاعتداء ووقف هذا الصراع والرجوع إلى يعني أحكام والأعراف الخاصة بالشرعية الدولية لحل هذه الأزمة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وإقامة الدولتين حتى يتم هذا الحل الجذري ولا تصفية للقضية الفلسطينية. فمصر مدركة جيدا ذلك المخطط الذي يتم منذ يوم السابع من أكتوبر، يعني في الحقيقة يعني سوف يكون القادم أفضل بفطنة الشعب المصري والقيادة السياسية، وأيضا يعني التأكيد بأن مصر يعني وهذا ما تابعناه خلال الأيام الماضية بأن مصر دولة تقود ولا تقاد. طبعا مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم في تغطية مستمرة لتبعات العدوان الغاشم والقصف الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي التغطية. حلفين لا ترجع أرضنا قولوا أمين، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر إخواتنا في فلسطين. أحداث صادمة ومشاهد صعبة على الكل بتحصل وشايفينها في قطاع غزة وفي فلسطين بالذات. الأحداث دي بالتأكيد هيترتب عليها إشكاليات وتحديات نفسية على الكل خصوصا الأطفال، وده اللي هيكلمنا فيه الدكتور نور أسامة استشاري النفسي. أهلا بك دكتور نور. يا عبد الصمد الوضع يعني واقع صعب، واقع مرير، يمكن بنتكلم على مشاهد موجعة، وجع وقهر وظلم وإزاء صحي وإزاء نفسي أيضا لأطفال اتسلبت حريتهم، اتسلبت منهم أبسط معاني وحقوقهم في الحياة. قبل ما نبدأ فقرتنا تعالوا نتابع هذا الفيديو، لأن دايما بيتقال إن الصورة بألف كلمة. أشهد أن لا إله إلا الله. تمام. على صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، أعتقد مشاهد موجعة، يمكن بنعتذر على يعني الصدمة الموجعة من هذه الفيديو، لكن هو ده الواقع، هو دي الحقيقة. عشان يطلع بعد كده كيان محتل يعني دولة غاصبة تقول لك
ما عندناش سلب ولا انتهاك لحقوق الإنسان، عاوزين نعرف بس هي إيه حقوق الإنسان بالنسبة لكم؟ يعني الفيديو ده بيلخص كل اللي بيحصل من يوم 7 أكتوبر في الحقيقة، من قبل يوم 7 أكتوبر، بيحصل من سنة 1948 تحديدا والنكبة الأولى اللي حصلت في فلسطين. دكتور نور، تعليقك على الفيديو. طيب أنا تعليقي على الفيديو، لو هنتكلم على فئة الأطفال أو فئة المراهقين، المخ بيتأثر بالحاجات دي بحاجة اسمها فوبيا الدم أو رهاب الدم أو رهاب الحرب. ده بيحصل لمين؟ بيحصل لفئة الأطفال والمراهقين بالتحديد. ده بيعمل إيه؟ ده بيزود المحور العصبي بتاع المخ المسؤول عن الناقلات العصبية. المادة البيضاء اللي بره بيتم زيادتها أو كثافتها بحد شكل كبير قوي. فالطفل أو المراهق، الفئة لحد حالة المراهقة المتأخرة، ممكن يصابوا جدا عادي جدا بأمراض القلق أو اضطرابات القلق التي قد تؤدي إلى في الآخر الاكتئاب أو هوس الاكتئابي أو أي نوع من أنواع الاضطرابات النفسية. ده لو هنتكلم على الأطفال، والأطفال بالتحديد في أكتر يعني كلية الملكة بتاعت اللي بتتكلم عن الأمراض النفسية كانت بتتكلم عن دراسة لأثر الحرب، فبتقول إن في أكتر من فئة. الفئة اللي تعرضت بشكل مباشر أطفال مثلا الصغيرين، في منها الصدمة الحادة وفي منها الصدمة المعقدة. الصدمة الحادة هم اللي اتعرضوا يعني أو سمعوا من حد قريب منهم إن مات، استشهد. دي بتأثر بس بشكل مش كبير عشان ممكن يتم تجاوزها، رغم إن في كتير جدا من الدراسات قالت إن في أجيال أثناء الحرب العالمية الثانية ما تعرضتش للإيذاء بتاع الحروب، ورغم كده حصل لهم اضطرابات مع بعض الصدمة، بنسميه PTSD، اضطرابات مع بعض الصدمة. طب لو هنتكلم على الاضطرابات أو الصدمات المعقدة، ده الطفل اللي حصل له أصلا ضغط أو شاف أو سمع أي، سواء كان في الموقع أو شاف في التلفزيون حد كان صديق لي أو كان أخوه من درجة الأولى أو أي درجة حصل له ده. يا دكتور احنا خلينا نقول بقى باللغة الدرجة، مش هقول طفل وبتاع، احنا شايفين عيل بيلقن عيل الشهادة. حضرتك متخيل واقع ده ممكن يكون عليه وعلى اللي بيشوف الفيديو؟ طبعا. اذا احنا قاعدين قلبنا مقبوض مش عارفين نتكلم، طفل يعني، وانا اقصد كلمة انه هو عيل صغير باللغة المصرية الدرجة، يوصل بيه الحال ان هو بيلقن واحد طفل زيه بدل ما بينزلوا يروحوا المدرسة او بدل ما بيقوموا يلعبوا تقسيمة كورة زي ما بيقول. طيب هنتكلم على الاطفال دي، في منها وجهتين. في حاجة اسمها برين ماب ده كانوا بيتكلموا ان احنا ممكن الاطفال دول نستخدم الموضوع ده كنوع من انواع التحدي والمغامرة، ان ياخده دافع للدفاع عن بلد، او يحصل نوع من انواع الصدمات اللي بنسميها صدمة الإجهاض الدار، ودي مشكلة كبيرة، ودي طفل من كل 5 أثناء الحروب على مر العصور من الحرب العالمية الأولى ممكن يتعرض له. وفكرة علاج الأطفال أو المراهقين في السن ده من صدمة الإجهاض الدار صعبة جدا. فبيحصل له إيه؟ ممكن يحصل له توقف في عضل، حاجة اسمها التوقف المزمن أو التوقف الوقتي لجهاز تنفسي أثناء النوم بسبب اضطرابات القلق، عشان بيبدأ يجيله في فرق بين نوبات القلق وفي فرق بين نوبات الخوف. نوبات الخوف انت خايفة من حاجة معينة، نوبات القلق بدأت مخك يحط حاجات هلاوس، يحط حاجات غير حقيقية، ماذا لو. فبيطلع طفل مدمر نفسيا. الطفل المدمر نفسيا هو طفل غير سوي. ده الأطفال اللي تعرضت لظروف عادية، لكن أعتقد البناء النفسي للأطفال اللي عايشين في فلسطين يعني وضعهم قد يكون مختلف. احنا حتى لو بنتكلم على انهم اطفال طبيعيين، ولكن من كتر ومن هول ما بيشوفوه طول الوقت، اعتقد ان بنائهم النفسي ممكن يكون مختلف. اكيد، عشان احنا قدام اطفال صغيرين، المخ هو اللي بيعالج المواضيع دي. يعني في حاجه اسمها برضو الاطفال اسمها نقص السيرتونين. نقص السيرتونين دي هو عنده حاجه اسمها اضطراب اكتئابي. اضطراب مش اكتئاب بس، اضطراب اكتئابي هو حالته المزاجيه دايما متقلبة، دايما مكتئب، دايما خايف من المستقبل،
بيبدا يجيله هلاوس وافكار وهميه غير حقيقيه، يبدا اللي هو اتعرض الشخص اللي هو عزيز عليه والمكان او الحدث اللي حصل له، فبيجيله اعراض انسحاب. فاعراض الانسحاب هو مش عايز يعيش عشان كونفرت زون او منطقه امانه بقتش موجوده، فبقى فاقد الهويه، بقى فاقد الشغف في الحياه. ولا العكس، ولا ممكن يكون اشد صلابه، ممكن يكون اشد قوه، ممكن يكون بقى اجمد قادر. طيب ده الصدمة دايما بتيجي بعد كده، بتحصل أحداث سلبية، ده الطبيعي أو أثار سلبية. أنت بقى إزاي تتعامل معاه؟ يعني أقول لك حاجة، حاجة اسمها CSR. CSR دي في الحرب العالمية الثانية قالوا له حاجة اسمها كرب القتال أو كرب القذيفة، ده بيحصل للجنود أثناء الحروب، ده بيعدي مرور الكرام. ليه؟ عشان خاطر المحاضرات النفسيه، يلا تقدر طبعا التاهيل النفسي، او اللي هو كسر الروتين، ان انا اديله شويه استرخاء واديله دافع على الحياه ونحب الوطن، زي حرب اكتوبر فكرة خط بالريف. طيب. ازاي احنا خدنا ده مهندسين، بس في النهايه احنا بشر. طبعا. ويمكن اللي بيحصل ده، لو احنا هنتحدث على اللي احنا شفناه مثلا الفيديو، ان زي ما قالت منا عيل صغير بيلقن شهاده لعيل خلاص بيتلفظ الأنفاس الأخيرة ليه، أعتقد ده واقع وبيبقى مرير. ولو عاوزين نتكلم على صور أكثر بشعة عندنا ومراسلنا في قطاع غزة رصدين لنا مئات من ده ومئات من الأكفان للشهداء الصغار الأطفال. في الحقيقة احنا ما بنزعش ده احتراما لميثاق الشرف الإعلامي، وانعكاس ده مش بس على الأطفال في غزة لكن على أطفالنا في مصر وفي دول المنطقة العربية ككل. ايه واقع ده وانعكاسه على الشخصية وتكوين الأطفال والشباب والكبار أيضا، لأن احنا كمان بنتألم لما بنشوف المشاهد دي. طيب احنا دايما بنقول التنشئة فيها أب وأم وفيها بيئة، فانت لو بتكلم ان انت نشأت لقيت في سن صغير اللي هي سن التنشئة لقيت دم ولقيت حرب، فانت مضطر تعرض لصدمة، ده شيء طبيعي جدا. فلو تعرضت الصدمة وما عملش معاك فكرة التأهيل النفسي، سواء كان سلوك معرفي أو حد قعد يتكلم معاك أو لقيت إن الدولة يلا عشان تقدر تعمل ده، فأنت وارد جدا. دكتور نور أنا آسف وعذرا على المقاطعة، لكن التأهيل النفسي ده حاجة مهمة جدا لازم إحنا نتكلم فيها باستفاضة، بس هنطلع دلوقتي لموجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا ونرجع ونكمل مع حضرتك بقية الحديث. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع موجز مع أهم الأنباء مع لمياء حمدين، اتفضلي يا لمياء. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمدانية في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا رفضها استمرار هذه الممارسات ضد المدنيين ومطالبا بوقفها بشكل فوري. أكدت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم. وأوضحت الخارجية أن هذا القرار يأتي على ضوء قصف مستشفى المعمدانية في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف. كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التي كان مقررا عقدها في عمان اليوم، وجاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الذي تم على مستشفى المعمدانية بغزة ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ إن القصف استهدف الأطفال والمدنيين، وهو ما أدى إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية
بضرورة إلغائه رغم تحرك الرئيس الأمريكي ليبدأ جولته في الشرق الأوسط، وهو ما التزمت به الأردن وأعلنته بالفعل. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن استهداف المستشفى الأهلي جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو جعلها تمر بدون حساب. وأضاف الرئيس الفلسطيني أن المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من أرض الوطن لن يمر وسيتم التصدي له بكل السبل، مشيرا إلى أنه يقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت التهجير. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه بسبب قصف المستشفى الأهلي في غزة، وقال بايدن إنه أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد. أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته لاستهداف إسرائيل المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وأكدت نقابة الصحفيين أن ما ارتكبته إسرائيل من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية. أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في استهداف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة. وطلب الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي بتنكيس أعلام الجامعة حدادا على استهداف إسرائيل نزلاء المستشفى العزل. أعربت منظمة المرأة العربية عن قلقها إثر تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة. وأوضحت منظمة المرأة العربية أن هناك حاجة ماسة للجهود الدولية لإنهاء النزاعات المسلحة والحروب الدائرة في ظل تصاعد العنف بين المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، مما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. أدانت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهاد 500 من الفلسطينيين العزل من المرضى والأطقم الطبية. وقال المتحدث باسم الحملة ياسر الهضيبي إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية وترتقي إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفى لعلاج المرضى داخل قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء. استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وبعض أعضاء الحزب المصري الديمقراطي وفدا من السفارة الفرنسية بمقر الحزب، وناقش الحضور تطورات المشهد في غزة، حيث شدد فريد زهران على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأولوية على أي نقاشات أخرى. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين، والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت فعاليات المنتدى باستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات والتقاط صورة تذكارية جماعية. كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهليها بالحضور واستعرض خلالها أبرز النتائج التي تحققت في إطار مبادرة الحزام والطريق والأفاق المستقبلية المنشودة على مدار 10 أعوام منذ انطلاقها. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود مرة أخرى للزملاء بالاستوديو لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. ولسه متواصلين حديثنا مع الدكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك في هذه الفقرة على انعكاس ما يحدث من يعني اعتداء صهيوني على الأطفال في غزة، ومش بس الأطفال في غزة، لأن احنا بنتحدث على انعكاسه بشكل عام على الأطفال في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لأن الكل بيتابع، ولو ما تابعش من خلال يعني شاشات التلفزيون بيتابع دكتور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن زمايلنا واحنا قاعدين بنتكلم كده انا ومنا معاهم، لقينا ان في حاله من حالات الاكستريم او حالات التناقض عند الاطفال في نفس البيت. في حد من زمايلنا بيتكلم ان اطفاله حسوا ان هم عندهم دور ومسؤوليه، واصبحوا بيفكروا بعقلهم جدا، اللي هو انا لازم اتضامن رغم ان هم صغار السن.
اتضامن مع يعني اخواتنا في فلسطين، وابتدوا اللي هم مصروفهم ما بيصرفوهوش في المدرسه، بالعكس بيوفروه وراحوا لوالدهم ووالدتهم، عاوزين نتبرع بده سواء كان لبنك الطعام او للهلال الاحمر المصري علشان دور من ادوار المسانده مع يعني الاطفال هناك. وطفله اخرى بتتعامل بقلبها تعامل بحت، واللي هي عاوزه تاخد كل حاجه في الحياه عشان مش عارفه هيجي عليها الدور امتى. هو ده الانعكاس اللي احنا بنقول عليه يا دكتور، وازاي يتعامل يعني الاب والام هنا في هذه الحاله. طيب عايز اعلق على كلامك، السؤال حلو قوي، وعايز اعمل توصيه بعد كده ليهم ازاي ممكن نتحدث معاهم في المواضيع ليها علاقه بالدم والحروب. تعليق يعني تعليق على السؤال بتاعك، هو اي حدث في العالم بيبقى ليه مشاعر، حاجه اسمها احتلال المشاعر. احتلال المشاعر ده يا اما رابط ايجابي يا اما رابط سلبي. فبيطلع احتلال المشاعر بقى التأثيرات، اما تأثيرات ايجابيه واما تأثيرات سلبيه. التأثيرات الايجابيه ان الطفل بيبدا ياخدها دافع كانتماء، وفي تأثيرات سلبيه الاكستريم بقى الحاجه البعيده خالص، ان هو على حسب ده، على حسب الماده اللي اتقدمت له وعلى حسب نوع شخصيته. في اوقات بيحصل اعراض انسحابيه، اعراض انسحابيه مش عايز اقول خوف بس اعراض هلع. فاعراض الهلع ممكن الاقي ابني مثلا بدا يتفرج على منظر معين فبدا يجي له كوابيس، بدا يجي له هلع ليلي، ارق في النوم، ممكن توصل لتبول لا ارادي، بيبدا يخاف من الضلمه، بيبدا يعمل تصرفات غريبه. ان دي انا دي يعني شبه مش اضطراب ثنائي قطب بس شبهه شويه. بتلاقيه يا واحد مش فارقه معاه، يا واحد متضايق جدا. دي كلها اعراض ظاهريه، بس في العقل الباطن مشاعر تانية، دي اللي بنسميها احتلال المشاعر. فاللي فيه بياخد اعراض انسحابيه اللي هي اسمها الدوجمه، اللي هي انا مش فارقه معايا، او في اللي بياخد قرار لا انا عايز اساعد الناس دي. دي كلها تصرفات عايز اقول طفوليه مش طفولات كبار. فدي على حسب الحدث اللي حصل له، فحسب نوع شخصيته، فاستجابته للمشاعر الموقف اللي حصل له هو يشوفها رابط ايجابي او يشوفها رابط سلبي. فكرة بقى التوصيات يعني ده نضج يا دكتور ولا يعني حاجة وحادث عرضي هيمر وخلاص؟ حادث عرضي بس لو الأعراض بتاعته مشكلة. أنت لما بتعرض لحادث كان سلبي قد يعدي مرور الكرام وممكن ما يعديش، فأنت محتاج يعني احنا دايما بنقول حتى الميلاد صدمة، الفطام صدمة، دخول أي مرحلة جديدة صدمة. فأي أكشن يحصل في حياتك وخصوصا اللي يكون فيه رعب لا هو صدمة، فانت لازم تتابع هل ليه توابع ولا لا. يعني لو التوابع بتاعته الطفل او ابني بدا يتغير، بدا اعراضه غريبه، بدا تون صوته يتغير، بدا تعاملاته تتغير، لا انا لازم اقف جنبه. وانا ببص دايما يعني هنا فلسطين نحاول ما نعرضش على قدر المستطاع للمواقف المرعبه والمشاهد العنيفه، عشان المشاهد دي كلها اتصل في الاخر لصدمه، والصدمه دي هتوصل له اضطرابات قلق، واضطرابات القلق توصل عنده وسواس، وممكن توصل لهلاوس، وممكن توصل لاكتئاب. فقدر المستطاع نحاول ندي طاقه ايجابيه، لا دي حصل حاجه فلانيه واحنا جنبهم وهم هيبقوا كويسين. الطاقه الايجابيه هو الحل الوحيد في التاثيرات النفسيه والعلاج النفسي، بنسميه علاج سلوكي معرفي، اللي انت تبدي برين ماب او خريطه مخ جديده وطاقه جديده، وتبدا تحط له دافع اللي هو انا عندي شغف، ان مثلا انا هدف عند النجوم وهدف عند القمر، ببدا اغير له خريطه المخ او كيمه المخ عشان السيرتونين والاندورفين والدوبامين يبداوا يشتغلوا، فيبدا شايف الموضوع عباره عن دافع، فما ينسحبش من الموضوع لا يواجهه. طيب دكتور، لما بنقول في التلفزيونات ان القضيه الفلسطينيه دايما على قائمه اولويات الدوله المصريه، ده على المستوى السياسي، على المستوى الشعبي كمان دي قضيه راسخه فينا كلنا كمصريين، ازاي نقدر نتكلم مع اولادنا في الموضوع بحيث انهم يبقوا فاهمين حقوقنا التاريخيه في الارض ويبقوا فاهمين اللي بيحصل، وفي نفس الوقت من غير ما نسبب لهم اي صدمات، الولاد اللي لسه ما عرفوش او اللي صغيرين قوي في السن. طيب مش لازم نتكلم عن قصص الدموية، والفترة دي بالذات نحاول نمنع عنهم فكرة أفلام الرعب، الضلمة، العادات فترات طويلة، القسوة الشديدة. ناخد بالنا جدا من التعامل الفترة دي عشان ممكن الموضوع ما يعديش بالنسبة لطفل، ممكن يعدي لطفل. أسهل وسيلة لتوصيل معلومات لحد مرحلة المراهقة 16 سنة
هو بناء القدوة والتربية بالقصة. القصص لو نتكلم حتى 8 سنين القصص المصورة، لو في حاجات فيها كرتون أو مصورة فيبقى شاف بعينه وسمع وبقى بدأنا نتكلم مع بعض، ففي وسائل اتصال مختلفة، فيبدأ المخ هتوصل المعلومة دي للميموري العقل الباطن فيبدأ ياخد المعلومات، وخصوصا لو حطينا قادة رؤساء قادة كان ضحوا حياتهم أو قادة وقفوا هنا، فدي باسمها بناء القدوة، فيبقى عنده هوية، فالحاجات دي هتوصل من خلال القصص وهتوصل من خلال الحاجات المصورة. أسهل وسيلة احنا نوصله فيها صحيح. فخلال الفترة دي ناخد بالنا بس من التوصيل، يبقى الموضوع عبارة عن طاقة إيجابية بس في خلال أو في حاجات التربية بالقصة، قصص لو كانت مصورة لو كانت مكتوبة، اللي أنا أبدأ أحكي الروابط الإيجابية، أنا قدوته فأبدأ أحكي له عن حاجات كانت جميلة جدا أيامي، اللي أنا أبدأ أحط له أرسخ فيه من خلال العقل الباطن يحط الأحداث، زي ابني لو ذاكر هيخش يحل في الامتحان فأنا لازم أخليه ذاكر. فكرة التأهيل النفسي، ويمكن لو هنبص للجانب الإيجابي لما حدث هلاقي إن كان الرهان دايما من الكيان الصهيوني المحتل بأن اللي بيحصل ده هو تسويف للقضية الفلسطينية، وإن مع مرور جيل ورا التاني والحجر يعني ساكن في المياه الراكدة تحديدا هيكون النتيجة انتصار وتأييد وتنفيذ مخططات للصهيون لتنفيذها على الأرض ويبقى سياسة الأمر الواقع. لكن حقيقة ما حدث بأن يعني اللي حصل ده أكد لنا أن احنا أمام جيل عندهم نوع من أنواع المسؤولية، جيل أدركوا جيدا وأدركوا مبكرا القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية لن يتم تصفيتها مهما حدث. نحن أمام جيل أكثر رجولة أكثر إيمانا بهذه القضية، وبإذن الله هيكون نصر الله قريب، وإن دايما بعد اليسر أو بعد العسر يسر، وبإذن الله هينتصر الشعب الفلسطيني. بنشكر حضرتك الدكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل سلوك، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. مشاهدينا متابعتنا لسه مستمرة لأثار العدوان الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني بغزة بالأمس. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نستكمل معكم باقي حلقتنا. حلفين لا ترجع أرضنا قولوا أمين. طبعا في تطورات بخصوص العدوان على قطاع غزة والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف ووقف التصعيد ضد أهالينا في فلسطين، خصوصا بعد قصف مستشفى المعمداني واللي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة. زي ما قلت يا منى، يمكن وبنكرر وبنعيد مفتاح الحل الحقيقي لما يحدث في قطاع غزة ويعني تسوية القضية الفلسطينية وليس تصفية القضية الفلسطينية هو مفتاح مصري خالص، ويمكن صوت مصر هو الصوت الأكثر عقلا حتى هذه اللحظة. ويمكن شفنا الدعوات اللي دعا ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين تقريبا بانعقاد قمة القاهرة للسلام لبحث آخر التطورات وتكثيف الجهود للحل، الحل القائم وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، الحل القائم على حل الدولتين. خلونا نتكلم عن الجهود اللي بتقوم بها مصر على مسار التهدئة وقمة القاهرة للسلام اللي هتعقد يوم السبت القادم مع الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذ أحمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. بنتكلم على تطورات متسارعة بتحدث. لو هنتكلم أول حاجة على التوقيت، توقيت اختيار إسرائيل لضرب مستشفى الأهلي المعمداني تحديدا عشية انعقاد القمة الرباعية التي كان من المفترض أن تحدث في عمان وبالتنسيق المصري الأردني الفلسطيني تم إلغائها. يعني هو جزء من التحرك الإسرائيلي مرتبط بالتوقيت زي ما حضرتك قلت، ومن وجهة نظري هو إفشال اجتماعين رئيسيين، اجتماع عمان وقمة القاهرة، لأن الفاصل الزمني خريب. مش بعيد، بنتكلم في 72 ساعة. كمان اختيار الهدف، يعني مش التوقيت فقط، اختيار الهدف
بيعكس عدم العقلانية وعدم الرشادة بدرجة كبيرة في السلوك الإسرائيلي. لأنك أنت بتتكلم حوالين استهداف المستشفيات، يعني ولا بتستهدف مقرات لكوادر وقيادات لحركة حماس، ولا بتستهدف بعض يعني الأماكن لتجميع السلاح بالنسبة لحماس، لكن بتتكلم على أهداف مدنية مرتبطة بمؤسسات صحية. ده جزء منه من وجهة نظري راجل عدد من الأبعاد. البعد الأول اللي هو بيأكد إن هذا النمط من الحكومات في إسرائيل مش فقط ما بيسعاش للسلام، ده هو كان الهدف الأساسي دي كان تصفية تلك القضية. وما تيجي تشوف التصريحات، لا والتصفية على حساب مصر، التصريحات اللي أطلقها الرئيس السيسي فيما يرتبط بأن محاولات، كلمة محاولات، لأن اللي أنت تحاول اللي أنت تعمل تصفية مش هيحصل الكلام ده. محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حقوق دول الجوار وتحديدا على حساب السيادة المصرية ده غير مقبول ومش هيتحقق، لأن كان جزء من التخطيط الإسرائيلي حتى من فترة عادة الرئيس السادات هو إيكال إدارة قطاع غزة لمصر. وكان هذا سلوك يعني مصر رافضل كده، لأن سواء إن ده جزء من الأرض الفلسطينية اللي جزء كبير جدا من التحرك المصري في عهود مختلفة وخاصة في عهد الرئيس السيسي الدفاع عن وجود القضية الفلسطينية، لأن لازم نعترف إن العشر سنين أو الثلاثاشر سنة اللي فاتوا حدثت مجموعة متغيرات جعلت هناك قضايا مركزية للدول العربية تتجاوز القضية الفلسطينية، وده اللي بتحاول تستغله إسرائيل، إن الدول العربية صار لديها هموم مرتبطة بالحفاظ على هياكل الدول الوطنية، ترميم مسألة النظم السياسية الواقعة، مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مواجهة شبكات الإجرام المنظم، موضوع التعافي لاقتصادات الدول بعد كوفيد 19 وبعد حرب روسيا الأوكرانية. اللي عايز أقوله إن إسرائيل بتختار التوقيت سواء من حيث السياق الإقليمي والدولي لإنعقاد قمم بمشاركة الولايات المتحدة ومشاركة القوى الدولية، لكن للأسف اللي أنا عايز أقوله إن الجهود اللي بتبذلها بعض الدول الساعية للسلام والإصرار الاستقرار زي مصر شوية بيواجهها تحديات على جبهات مختلفة. يعني القوة الدولية اللي هي يفترض حتى مع انحيازها لإسرائيل انحيازها مش يبقى بالكيلومترات، انحيازها يبقى بالمترات، ده مش متحقق، وده بيمثل عامل إحراج لواشنطن بالنسبة للحلفاء والشركاء. ولذلك كان موقف مصر بالتنسيق مع الشركاء في الأردن والسلطة الفلسطينية إلغاء تلك القمة. طيب لما نيجي نقول إن الوضع يمكن دلوقتي بقى مختلف، يعني التبجح بما حدث، نعم، وكمان إلقاء التهم على الآخرين ونفي التهمة تماما وكأننا ما بنشوفش، يعني النفي اللي صدر من الجانب الإسرائيلي بإنه إحنا ما عملناش حاجة والصواريخ دي مش بتاعتنا، وإلقاء التهم على الجانب الفلسطيني بمختلف فصائله، ده شيء يعني بس ده سلوك معتاد، تطور غير مسبوق باللي احنا شايفين. يعني حضرتك وصفتيه التبجح الاسرائيلي، هذا التبجح ليه مظاهر مختلفه، اللي بتقوليه جزء منه مرتبط بالانكار، جزء منه تحميل الطرف الفلسطيني السبب ان هم كانوا رد فعل لما جرى ليهم، وجزء منه مرتبط بالدعايه ان هم بيواجهوا الارهاب. يعني لما تيجي تشوف وسائل الاعلام الاسرائيليه على المستوى العالمي بتحاول تبين ان ما جرى في 7 اكتوبر هو 11 سبتمبر اسرائيلي، وان حماس دي منظمه ارهابيه مش منظمه لمقاومه الاحتلال، تزييف الحقائق. يعني دي جزء من استراتيجيه الاله الاعلاميه الاسرائيليه، وللاسف هم ناجحين لان وسائلنا في الرد غير فعاله. هنا نتحدث عن كدول عربيه او تتحدث عن منصات يعني ايه بتدافع عن القضيه الفلسطينيه، لان لوبيات الضغط خاصه في واشنطن، وخاصه ان اسرائيل
بتستغل حالة اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإن إدارة بايدن وحتى منافسه من الحزب الجمهوري يحتاج إلى صوت اللوبي الصهيوني في تعزيز موقفه في الحالة الانتخابية المقبلة، وترى إسرائيل أن الولايات المتحدة بحاجة له. الأكثر أهمية من ذلك إن حضرتك بتتكلم على اقتراب الانتخابات الأمريكية، اللي بيحصل ده كمان مش نوع من أنواع أو رد الفعل الشديد العنف وشديد الدموية اللي احنا بنشوفه تجاه الجانب الفلسطيني، ده مش نوع من أنواع الدعاية الانتخابية لما يحدث في إسرائيل، نوع من أنواع الدعاية الانتخابية لإسرائيل نفسها؟ لا، إسرائيل معروفة إن هي دولة استيطانية استعمارية عدوانية، بتحاول تصدير صورة إن هي تعيش في محيط غير آمن بالنسبة لها، متخذ موقف عدائي مش فقط من للحكومات وإنما مرتبط بالمجتمعات، وبالتالي هي بتحاول إن هي تصدر صورة إن هي تعاني من حالة إلا أمن. لكن خلينا يعني نقول إن ما جرى في 7 أكتوبر هز المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لإسرائيل لعدد من الأسباب. السبب الأول إن هذه الضربة لم تأتي من جيش نظامي، وإنما أتت من جانب فصيل مسلح. صحيح. إحنا ما كنا بنتكلم في حرب أكتوبر اللي هي في تزامنية نسبية 6 أكتوبر و7 أكتوبر. لا. تلقت إسرائيل الهزيمة على يد أكبر جيشين عربيين في تلك المرحلة، لكن في هنا حركة مقاومة مسلحة غير نظامية اللي احنا بنقول عليه في العلوم السياسية نون ستيت أكت. النقطة الثانية، التفسير الأولي لما جرى في الفترة اللي فاتت اللي توصلت إليه أجهزة الحكم في إسرائيل أن ما جرى هو عبارة عن خلل في المنظومة الأمنية والعسكرية. في فترات سابقة سواء كانت في حرب أكتوبر أو حتى في الأيام المواجهات المحدودة مع حماس وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى زي الجهاد، كان بيشير إلى أن هناك تقصير لدى بعض القيادات السياسية والأمنية، لكن هنا نتحدث عن خلل في المنظومة الأمنية والعسكرية. النقطة الثالثة أن ردود الفعل في إسرائيل كانت متباينة الحتة في فترات سابقة، دي عنيفة نتيجة الفزع اللي سببته تلك الهجمات من أبعاد مختلفة. أولا نحن نتحدث عن تزامنية في ضرب أهداف محددة داخل العمق الإسرائيلي، بل الأكثر من أهمية اللي انت يعني حماس ما كانش بتتكلم حوالين الاشتباك وتخرج، لكن بقت في فترة، وده بيمثل مصدر شديد الخطورة لدى الرأي العام الإسرائيلي الذي رأى أن تلك الحكومة هي أحد مصادر التهديد الأساسي لأمنه الوطني وأمنه الشخصي. نعم. وبالتالي يدرك بنيامين نتنياهو أنه مستقبله صار على المحك. نعم. طيب دكتور، يعني خلينا نتحدث عن بمجرد يعني حدوث هذه المجزرة وهذه الإبادة التي حدثت يعني عشية أو ليلة أمس تحديدا في قصف مستشفى الأهلي المعمداني تحديدا، خرجت اليوم تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيها في هذه التصريحات وناشد حماس بسرعة إطلاق سراح يعني الرهائن دون شروط، وطالب الجانب الإسرائيلي بلابد من دخول المساعدات. على الجانب الآخر خرجت تصريحات أيضا يعني منذ قليل من موسكو، هذه التصريحات تطالب إسرائيل لأنها كما نعتاد دائما ما يعني تزيف الحقائق، طلبها بإعلان صور الأقمار الصناعية التي تقول أنها غير متورطة في ذلك القصف لأنها قالت أنها ليست متورطة فيه. وأيضا منذ قليل المستشار الألماني يعني أولاف تشولتس أعلن بأنه يعني يتعين إجراء تحقيق شامل في القصف الذي استهدف المستشفى يعني الميداني أو هذه المستشفى في قطاع غزة تحديدا مستشفى المعمداني. هذه التصريحات هل من الممكن أن تهدي الأحداث ولا مجرد شعارات براقة يتحدث بها الغرب، سواء كان الأمين العام للأمم المتحدة أو أيضا المستشار الألماني الذي من المفترض أن يزور القاهرة اليوم؟ شوف حضرتك، أنت قلتها تصريحات، لكن هل لديها قوة إلزامية
بتفرض على الجانبين ان يتخذوا مش بالاجابه لا. اولا اسرائيل لا توجد شواهد بتشير انها ترضخ لضغوط خارجيه بافتراض حدوثها. يعني القوه الدوليه اللي هي من مصلحتها ان يبقى في استقرار في المنطقه اللي هي الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه، ده حتى فرنسا موقفها ده عن اسرائيل بشكل كبير، اللي هي بنتكلم على قوه معتدله نسبيا، هناك توافقات مشتركه مع القوى الاقليميه في المنطقه زي معروف الاسباب، فرنسا تريد ان تلعب دور الرياده في الاتحاد الاوروبي بمجرد ان خرجت انجلترا. شوف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، طب ما هو نفس الحكايه بالنسبه لالمانيا، المسافه برضك المانيا قوه رئيسيه، علاقتها بمصر ممتازه، لكن اسرائيل بالنسبه لهم دي هي الوكيل الغربي في المنطقه. يعني حتى الفجوات القائمه ما بين اداره بايدن وحكومه نتنياهو كانت قائمه من اول يوم، لكن في حال استشعار ان هناك خطر يهدد اسرائيل شوف مستوى الدعم. اولا ان انت بترسل 2 حاملات طائرات من الولايات المتحده، بل وهناك تصريحات امريكيه بان سوف يتم ارسال معدات عسكريه اخرى متى اقترت الحاجه ذلك. واحد. 2 شوف بقى مستوى الزيارات المختلفة، سواء على وزير الخارجية، وزير الدفاع، وحتى الرئيس بايدن. شوف المستوى، يعني القمة اللي كانت يفترض توقف في عمان ان رئيس دولة يجي يحضر حاجة مرتبطة بوضع لقوة اقليمية بدرجة رئيسية اكتر منها نزاع مسلح ما بين اسرائيل وما بين حركة حماس وغيرها من الفصائل. يعني حضرتك بتتحدث عن قوة عظمى، وهناك أيضا حديث وزيارة هامة، يعني ألغيت بالفعل القمة الرباعية، ولكن هناك زيارة من المفترض أن تتم للرئيس جو بايدن في القاهرة. إسرائيل لا وأيضا في إسرائيل اليوم واليوم أيضا المستشار الألماني أولاف تشولتس موجود في القاهرة. يعني دور هذه الزيارات تحديدا في تهدئة الأوضاع، أم ستكون بمثابة ضوء أخضر جديد لإسرائيل لانتهاك يعني مزيد من يعني البراءة للأطفال في قطاع غزة؟ سؤالي لحضرتك ده تحديدا هو متعلق بالشق المعني بحقوق الإنسان، ولكن الحديث عليه بعد الفاصل. أستاذ حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل حديثنا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن الحديث مستمر عما يحدث من انتهاك لحقوق الإنسان في فلسطين. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، يعني قبل الفاصل كنا بنتحدث عن زيارتين هامتين في المنطقة تحديدا، الأولى في إسرائيل وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأخرى من المفترض أن تتم في القاهرة للمستشار الألماني. كيف ترى هذه الزيارات، وهل هذه الزيارات سوف يكون لها دور في التهدئة، أم وجود الرئيس الأمريكي في عقر دار إسرائيل هو بمثابة ضوء أخضر جديد كالضوء الذي رأيناه يعني ليلة أمس بوجوده على الحدود، أو من المفترض أن يكون موجود على الحدود الفلسطينية الأردنية، واستباحت فلسطين بذلك التواجد يعني وانتهكت كل ما يخص حقوق الإنسان؟ هما رسالتين في اتجاهين مختلفين. في رسالة تهدئة، يعني جزء من مساعي اللي بتقوم بها يعني الدولة المصرية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة أو الشقيقة في الإقليم، لأن لما نيجي نحلل تصريحات السيد رئيس الجمهورية وحتى تحركات وزير الخارجية وبعض المؤسسات المعنية زي جهاز المخابرات العامة، اللي هي فكرة إن العلاقة ما بين تسوية عادلة وشاملة لتلك القضية والاستقرار الإقليمي. وأنا فاكر إن منذ عامين كان هناك تعبير الرئيس السيسي إنه لم يعد من القضايا المزمنة الموروثة في المنطقة بلا حل إلا القضية الفلسطينية. صحيح. وبالتالي حلها بيساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لأن ما بيبقى في عدم استقرار إقليمي بيبقى في سخط من الرأي العام، بيبقى في تحريك لأعمال عنف، تحريك
اعطاء ضوء اخضر للتنظيمات الارهابيه للقيام بعمليات، بالتالي انت محتاج تعمل جهود تهدئه، تواصل مع دول عربيه، تواصل مع اسرائيل تحديدا، تواصل مع حماس والفصائل والسلطه الفلسطينيه، تواصل مع القوى الدوليه، كل ده غرضه اللي انت تعمل تهدئه، غرضه اللي انت تعمل الحفاظ على المدنيين زي اللي حصل في المستشفى الاهلي المعمداني اللي ده، لان من الواضح ان كلما عجله العنف بتستمر مستويات الخسائر البشريه والماديه في صفوف فلسطين وفي صفوف اسرائيل. النقطه الثانيه انت كنت حضرتك اشرت اليها برضك بالغه الاهميه، التهدئه مهمه لان اسرائيل بتتصرف كما ولانها ليس لديها اسرى لدى حماس، اللي الحصيله النهائيه ليست معروفه. التقديرات الاوليه بتتكلم على 150، طب كم عسكري منهم؟ طب هل هناك رتب اسرائيليه موجوده لدى حماس؟ هم إسرائيل، لكن اعلنت حماس بالصور وجود رتب وقيادات. حماس اللي برضك جعل ان مستويات الرشاده منعدمه في اسرائيل، ان حركه حماس بقت في تصوير ما جرى لمده 3 ساعات كامله بصوت الصوره على البر وده خلى ان جدوى الكلام حوالين مناعه الامن السيبراني لاسرائيل محل شك بدرجه كبيره. لكن عايز انقل بقى على الجزء اللي حضرتك بتقوله ده فيما يخص جهود التهدئه، من اللي هي من مصلحه كل الاطراف بما فيها اسرائيل. الجهود الثانيه، المسار الثانيه للاسف اعطاء ضوء اكبر بدعم غربي وامريكي لا متناهي لاسرائيل، والشواهد اللي انا قلت عنها واخرها تكون زياره الرئيس بايدن لاسرائيل، ده بيعطي مجالا من الشأن ان احد الهدف الاستراتيجي الاساسي لواشنطن في الاقليم الحفاظ على امن اسرائيل، بالاضافه الى اهداف اخرى المرتبطه بيه. ده بيعكسه بقى او بيقف قصاده المساعي الدوليه المصريه، مصر بتطرق كل الابواب صح لحشد تجمع دولي ومحاوله ان يبقى في تجمع دولي لوقف هذا العدوان على فلسطين. واحنا شايفين الدور المصري بقى سواء على المستوى السياسي او على المستوى الانساني، سواء في تقديم المساعدات والدعم والمستلكات الطبيه وتجميع اكبر القوافل لايصال الدعم، بالاضافه للموقف السياسي ومحاوله ايجاد موقف او محاوله ايجاد حل سريع للوضع في فلسطين. شوفي زي ما حضرتك بتقول في تحرك ادوار متوازيه، الادوار السياسيه واضحه، سواء ما نيجي نشوف جولة بلينكن للمنطقة، بالمناسبة هذه الجولة لم تكن تشمل مصر والدول الأخرى اللي هي زي السعودية والإمارات وقطر، لكن عندما استشعرت إسرائيل وأمريكا أن مصر رافضة السلوك الإسرائيلي فيما يرتبط بتحويل الأزمة إلى فرصة، ومسألة والبيان بتاع الخارجية كان مضمونه كده أن محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم دون خطة منظمة واضحة ومحددة فيما يرتبط بخروجهم دون وسيلة لعودتهم وتحديد مصيرهم مش هتمشي، وإن محاولات لتصفية تلك القضية اللي تحدثنا عنها على حساب السيادة المصرية أمر غير مقبول ولن يتحقق. ولذلك بتحاول إسرائيل إن هي شايفة إن المعبر هيدخل مساعدات تم قصفه مرتين، وان مصر برضك بتحدهم على الجانب الاخر بتقول لدول العالم ارسلوا المساعدات عن طريق مطار العريج، لان في لحظه لان الوضع ده مش هيستمر، هيجي في لحظه وهنوصل لمساله توازنات ضعف مش توازنات قوه، لان اسرائيل تدرك ان مساله الاطاله ليست في صالحها. واللي عايز اقوله برضك هذه العملية اللي هي الهجمات اللي قامت بها حماس أثبتت أن جهوزية الجيش الإسرائيلي لم تكن في أفضل أحوالها، بل بتعكس بدرجة رئيسية أن هذا الجيش يعني منذ آخر محاولة لحرب محدودة اللي هي الحرب اللي كانت مع حزب الله في 2006 في حالة استرخاء بدرجة كبيرة، ولذلك أن سرعة سواء الانذار المبكر لما جرى او سرعه التعامل معه
بشكل مباشر لم تكن، ولذلك تجد ان محاولات الرد فيها بالغة العنف والتطرف. يعني في الحقيقة الأيام القادمة هي التي سوف تكون كاشفة صح للتأكيد من تحمل المسؤولية ومن كان منصفا لهذه القضية منذ اليوم الأول ومن تخلى أيضا عن هذه القضية. في الحقيقة بنشكر حضرتك الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات يا أحمد. ده حقيقة منا، ويمكن في النهاية بنقدم يعني كأسرة صباح الخير يا مصر مذيعين ومعدين وعاملين أيضا خالص التعازي لأهلنا في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة. مصابكم أليم ولكن اصبروا فأنتم من الصابرين، وإن بعد الصبر بشرى وإن بعد العسر يسر. بإذن الله انفراجة قديمة قريبة سوف تحدث وسوف يعود الحق إلى أصحابه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.